إذن هو يصوم الاثنين والخميس، ربنا يتقبل. لو أضاف إليهما يوما ثالثا ويوم السبت، يريد أن يصوم صيام نبي الله داود، فهل له أن يفعل هذا؟ ولعله يسأل عن تخصيص يوم السبت بالصيام. شيخ كريم، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو إن كان على صورة نبي الله داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، لن يدخل في النهي عن إفراد يوم الجمعة، ولن يدخل في النهي عن إفراد يوم السبت، لأنه يصوم على صورة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما ويفطر يوما. فأي يوم يأتي هذا اليوم هو لم يخصصه بعينه، وإنما هو يصوم على طريقة مدحها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان على هذه الطريقة يصوم يوما ويفطر يوما، يبقى لا حديث النهي عن إفراد يوم الجمعة أو عن إفراد يوم السبت، يبقى لا تأتي عليه يعني. والله.